سيبا أرضنا، إحنا نموت ولأن حد يقرب من أرضنا. اهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، اسعد الله صباحكم واوقاتكم، كل عام وحضراتكم بالف خير. ذكريات طيبه للغايه كلها، سواء كان ذلك باعتبارنا في ثاني ايام شهر رمضان المعظم او باعتبار هذا اليوم يوافق الذكرى 38 لتحرير ارض سيناء. تابعنا الجانب الذي بث قبل لحظات من قبل الزملاء والذي اختتم بالتصريح الشهير للرئيس عبد الفتاح السيسي، احنا نموت ولان حد يقرب من شبر من اراضي سيناء. هذه العقيده التي ليست راسخه فقط في وجدان القوات المسلحة المصرية وإنما في وجدان كل مصري من الذين جبلوا وفطروا على أن شبر واحد من أرض الوطن وشبر له من القداسة ما له ما يحول دونه إلا الدماء. كل عام وحضراتكم بخير، نحتفل جميعا بذكرى تحرير سيناء، هذا التاريخ الذي يوافق 25 من أبريل من عام 1982. هو ذلك اليوم الذي فيه رفع العلم المصري خفاقا من جديد بعد استكمال تحرير سيناء بشكل كامل. تم إعلان هذا اليوم يوما قوميا وطنيا مصريا في ذكرى تحرير كل شبر من أرض الفيروز. على مدار كل السنوات الماضية حرصت الدولة على تدشين وافتتاح العديد من مشروعات التنمية الشاملة والمستدامة لتمهد الأرضية كاملة لجذب استثمارات لإعمار هذه البقعة الغالية والاستثنائية في قلب كل مواطن مصري. الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد شهد افتتاح العديد من المشروعات القومية في سيناء، ربما كان آخرها ولن يكون الأخير افتتاح مشروعات شرق القناة بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء، من بينها وكما تابعتم محطة معالجة مياه مصرف المحسمة بسرابيوم وشرق قناة السويس، وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي كذلك انتهاء أعمال الحفر بنفق الشهيد أحمد حمدي 2. خلال مراسم الاحتفال أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة منتبهة تماما لمسؤولياتها وما يتم في سيناء. يلفت الرئيس السيسي كذلك إلى أنه يتمنى أن يحضر كل رجال الأعمال والمستثمرين في سيناء للمشاركة في أعمال البناء والتنمية وإدارة المشروعات والاستفادة كذلك من بيئة استثمارية أصبحت مهيئة. أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أنه كان من الممكن أن توزع الدولة أموالا على أبناء سيناء بدلا من إقامة مشروعات تبلغ كلفتها ما يزيد على 600 مليار جنيه، لكن هذا لم يكن هدف الدولة ولن يكون في صالح أبناء سيناء. يشير الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أن هدف الاستثمار في سيناء هو إنشاء تجمعات استثمارية وصناعية وتنموية حقيقية تخدم كامل سيناء. مع التنمية في سيناء هناك معركة الإرهاب التي ينتصر فيها الجيش المصري على قوى الإرهاب التي لا تريد خيرا لا لمصر ولا للإنسانية. على أرض سيناء المقدسة عملان باتا يحملان وصف القداسة، محاربة الإرهاب وتنمية كاملة. يمر الزمن فيقف التاريخ شاهدا على تلك اللحظة المفصلية في 25 من أبريل عام 1982 ذكرى تحرير سيناء بعد ملاحم قتالية وجولات تفاوضية ومعارك دبلوماسية استطاعت خلالها مصر أن تجني ثمار أعظم انتصار عسكري في تاريخها المعاصر، وهو حرب أكتوبر المجيدة عام 1973، لتسجل صورة حية لاستلهام الروح الوطنية في ملحمة الدفاع عن تراب الوطن وبنائه واستقرار أمنه. وعقب ثورة يوم 30 من يونيو 2013، كان على مصر أن تمضي قدماً لكي تحقق الاستفادة المثالية من الموارد والخيرات الطبيعية لكنوز أرض الفيروز. وصار شعار المرحلة يد تبني وأخرى تحمل السلاح، ومضت قوافل التغيير والتعمير في عبور جديد يربط سيناء بكافة أرجاء مصر. وتحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تحقق الحلم الذي طال انتظاره بتنفيذ المشروع القومي لتنمية أرض الفيروز انطلاقاً من تنمية محور قناة السويس. ومضى المارد المصري شرقاً عبر أضخم منظومة أنفاق نحو المزيد من الآفاق التنموية والتجمعات العمرانية ونطاقات صناعية ولوجستية، مشروعات خدمية ومحاور مرورية وبنية تحتية وسط بيئة استثمارية تليق بأرض الفرص الواعدة. وتمر السنوات فتتوالى الذكريات،
ويبقى 25 من أبريل رمزاً لعبور المستحيل من زمن الحرب إلى زمن التنمية. من زمن الحرب إلى زمن التنمية، إذن كما انتهى واختتمنا هذا التقرير، سنقف الآن في زمن التنمية ونحاول التعرف على متطلبات هذه التنمية ولماذا تبدو سيناء بهذا القدر من الجاذبية على المستوى الاستثماري والاقتصادي. الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان ينضم إلينا عبر الهاتف. دكتور محمود أهلا وسهلا بحضرتك، كل عام وحضرتك بخير. لماذا تبدو سيناء استثنائية على أصعدة مختلفة، لكننا في هذا الجانب تحديدا نسأل لماذا هي استثنائية على المستوى الاستثماري والاقتصادي أيضا؟ طبعا خير يا فندم. يعني خليني في البداية أذكر أنه يمكن سيناء حاليا لديها كل مقومات التي تؤهلها أن تكون واجهة استثمارية لمصر ومنها إلى العالم بأسره. من ناحية المساحة، سيناء تمثل تقريبا 6% من مساحة الدولة المصرية. كان هناك مجموعة كبيرة من التحديات التي يمكن أن تشكل مناخا جاذبا للاستثمار في هذه المنطقة، طبعا على رأس هذه الأمور الملف الأمني، والملف الأمني لا يمكن أبدا اختزاله أو الحديث عنه بمعزل عن الملف الاقتصادي وتحديدا الملف الاستثماري، لأنه لا يمكن أبدا الحديث عن خلق مناخ جاذب للاستثمار سواء الاستثمار الأجنبي أو حتى الاستثمار المحلي دون أن يكون هناك حالة معتبرة من حالات الاستقرار الأمني. ويمكن الدولة أخذت على عاتقها منذ البداية فكرة الاستقرار الأمني داخل هذه المنطقة، واللي تم دفع ضريبة باهظة الثمن في هذا الإطار تمثلت في يعني شهدائنا من رجال القوات المسلحة والشرطة اللي كان ديهم الفضل في ترسيخ حالة من حالات الاستقرار الأمني. ثم بعد ذلك انتقلت الدولة إلى الأمر الآخر بعد استقرار حالة الأمن، وهو الحديث عن خلق المناخ الجاذب للاستثمار وهي عمليات البنية التحتية. ومنذ ذلك الأمر أو منذ ذلك التاريخ أستطيع أن أقول أن سيناء تم التعامل معها اقتصاديا بشكل ممنهج ومرتب، جاء أولا في ترسيخ المعنى الأمني، ثم بعد ذلك جاء في وضع بنية تحتية مؤهلة يمكن أن تربط باقي أجزاء الدولة بسيناء ويمكن أن تؤدي إلى تسهيل نقل رأس المال والعمالة وما إلى ذلك من هذه الأمور. المنهجية التي تشير إليها دكتور محمود هي المنهجية ذاتها التي تم انتهاجها على مستوى تنمية القطر المصري، تهيئة هذه البيئة على مستوى مصر بأكملها كان ينطبق على أسوان، ولا كان هناك خصوصية للمنهجية التي اتبعتها الدولة في التعامل مع سيناء؟ في الإطار العام جاءت هذه المنهجية من ضمن المنهجية العامة التي اتبعتها الدولة المصرية ومنذ اتباعها لسياسات الإصلاح الاقتصادي داخل الدولة. وهذه السياسات الإصلاحية أو سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تم اتباعها هي صاحبة الفضل الآن في وجود وضع مستقر للاقتصاد المصري في ظل جائحة كورونا، لأنه استمرار مثل هذه المشروعات التنموية سواء في سيناء أو غير سيناء بيعطي دلالة اقتصادية من ثلاث محاور. المحور الأول أنه لا يوجد ما يعطل حركة التنمية في مصر حتى ولو كانت جائحة أرقت وما زالت تؤرق العالم. الأمر الثاني أننا بصدد اقتصاد غير منكشف واقتصاد قوي داخل هذه الدولة، وهو ما أكدت عليه تقارير الدولية ويمكن على رأسها صندوق النقد الدولي الذي أكد أنه في ظل هذه الأزمة يتباطأ معدلات النمو بشكل عالمي، ولكن معدلات النمو الاقتصادي داخل الدولة المصرية يمكن من ضمن 18 دولة تعتبر الدولة المصرية مؤهلة أن تكون رقم 6. هذا فيما يتعلق بالتقارير الدولية. والملاحظ أيضا لدى المواطن العادي غير المتخصص أنه في ظل هذه الأزمة التي يمكن توصيفها بأنها حالة من حالات الاقتصاد شبه المغلق ولا يوجد تعاملات مع العالم الخارجي، لم يحدث أن مواطنا ذهب إلى السوق الاستهلاكي ووجدنا عجزا في سلعة معينة، أو وجدنا حالة من حالات الهايبر انفليشن التضخم الجامح نظرا لانخفاض المعروض. السلع متوافرة، لم يحدث فيها حتى حالة من حالات ارتفاع الأسعار. الدلالة الثالثة أن الدولة المصرية بالفعل بدأت في الإجراءات الاقتصادية التي تتناسب وتداعيات ما بعد كورونا أو ما بعد هذه الأزمة، لأنه ما بعد هذه الأزمة سوف نتحول إلى حالة من حالات الأزمة الاقتصادية، وأرجو أن أفصل أنها أزمة اقتصادية وليست أزمة مالية، والأزمة الاقتصادية هي الأصعب في تداعياتها وأسبابها. هذه الأزمة أو هذا النوع من الأزمات
يمكن بيتطلب حاجة أو بيتطلب نوع من أنواع السياسة الاقتصادية التوسعية التي تتطلب مزيد من الإنفاق الحكومي لتحريك عملية الطلب وتحفيز الاستثمار، واللي بيتطلبه طبعا مزيد من المشروعات التنموية مثل هذه المشروعات. دكتور محمود، عندما تستهدف الدولة مشروعات قومية تذهب باستثمارات نحو البنى التحتية ومجالات الصحة والتعليم واستزراع الأراضي وتغيير ربما حتى طبيعة الاستثمار الموجود على مستوى البنى التحتية في سيناء، الدولة تستهدف تغيير الوجه الحضاري لسيناء، أن يذهب المواطنون، أن نحاول خلخلة التكدس السكاني الموجود في الوادي والدلتا، ولا هناك استهداف مباشر أيضا نحو تهيئة بيئة الاستثمار في سيناء أيضا؟ يمكن الأمر المباشر اللي بيظهر في الأفق من خلال هذه المشروعات هو تهيئة الوضع الاستثماري داخل هذه المنطقة وفتحها على باقي الدولة. لكن أيضا زي ما حضرتك تفضلت، هناك حالة من حالات يعني عدم التناسب ما بين مساحة سيناء وما بين عدد السكان الموجود فيها. لكن أن تؤهل أو أن يكون لدينا منطقة مثل سيناء بعد وجود حالة من حالات الاستقرار الأمني وترسيخ للطرق والكباري والبنية التحتية بشكل كامل، ووجود أيضا إطار تشريعي هو موجود بالأساس فيما يتعلق بقوانين الاستثمار والقوانين المرتبطة بعملية الاستثمار بشكل غير مباشر زي قانون الإفلاس الشركات وغيرها من هذه الأمور، بالإضافة إلى دعم الدولة أو الدعم الحكومي للدولة الذي تقدمه للمستثمرين. كل هذه الأمور بتأتي في سياق أننا بصدد تحويل سيناء إلى واجهة استثمار أو منطقة استثمارية اللي هي بيطلق عليها المدن الذكية أو مدن الجيل الرابع. لكن سوف تكون لسيناء ميزة تنافسية مختلفة عن باقي المناطق، يمكن لما تمتاز به أو لما يعني لوضعها حتى على خريطة التنمية. لأنه لو نظرنا إلى خريطة 2030 حنجد أنه سيناء لها نصيب كبير فيما يتعلق بالمشروعات، فيما يتعلق بتأهيل هذه المنطقة لتكون واجهة استثمارية تنطلق منها الدولة على مستوى العالم. حجم ما تم إنشاؤه من كباري وأنفاق الكباري العائمة والأنفاق التي هي استثنائية على كل المستويات، على مستوى الإنشاء وعلى مستوى تقنيات البناء وعلى كل المستويات، لها علاقة مباشرة بربط سيناء بالوادي والدلتا، لها علاقة مباشرة بربط سيناء بالوطن الأم. لكن ماذا عن العلاقة المباشرة بين هذه الإنشاءات الضخمة والاستثنائية التي أنفقت فيها عشرات وربما مئات المليارات من الجنيهات، وبين الاستثمار المباشر، بين جذب المستثمرين إلى سيناء؟ دكتور محمود، يعني خلينا أعود مع حضرتك يعني 4 سنوات سابقة حينما يعني انفتحت الدولة المصرية في مشروعات البنية التحتية من طرق وكباري واستزراع للمناطق، وكان البعض بيلقي باللوم على الحكومة في ذلك التوقيت أنه كان في ظل أزمة الدولار لماذا تتجه الدولة لمثل هذه المشروعات اللي قد يكون من وجهة نظرهم أنها ليست ذات أولوية. يمكن ما حدث بعد ذلك في المؤشرات الاقتصادية والقفزات وليس التطور، وإنما أستطيع أن نسميها قفزات في معدلات النمو باعتراف وبإشادة كل المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية، كانت أكبر رد على كل منتقد هذه المشروعات أنه يعني كان هناك سؤال يتبادر إلى الأذهان، وهو كيف يمكن الاستثمار أجنبي أو الاستثمار محلي أن يأتي دون أن يكون هناك بنية تحتية مؤهلة لهذا الأمر. لدينا في الاقتصاد قانون مسلم به يقول أن رأس المال جبان وليس لديه وطن، بمعنى أن المستثمر يذهب إلى المكان الذي يعظم من مكاسبه، إلى المكان الذي يعظم من استثماراته، إلى المكان الذي يعطيه ميزة نسبية أو ميزة تفضيلية في بغض النظر عن جنسية هذا المكان. وبالتالي كل هذا الإنفاق اللي بينفق سواء في مشروعات البنية التحتية على منطقة سيناء أو غيرها من مناطق الجمهورية بيطلق عليه قانون متعارف عليه في الاقتصاد، هو قانون مضاعف الإنفاق الحكومي. مضاعف الإنفاق الحكومي يعني أن الدولة حينما تنفق مثلا 100 مليون جنيه على مشروعات معينة، يفترض أن تتحول هذه المبالغ بصورة دخول في الدخل القومي أو عائد إلى الدخل القومي بشكل يتضاعف أو بشكل أكبر من هذا الرقم إذا ما أحسن استغلاله بشكل أو بآخر. حتى فكرة الإنفاق على التعليم أو على الصحة، لا معلش دكتور محمود، حضرتك وأنت تشير إلى هذه القاعدة
ترد أيضا على أن ما أتته الدولة على مدار السنوات الماضية لم يكن بدعا مثلا، وإنما كان أيضا ترسيخا لمفاهيم وقيم اقتصادية معروفة. نعم، كانت عملية اقتصادية ممنهجة وسليمة، وهي مش عملية اختراع للعجلة من جديد. أي دولة منذ 1929 وحالة الكساد الكبيرة التي حدثت مرورا بأزمة 2008، الدخول في حالة من حالات الكساد أو الركود الاقتصادي تتطلب، هكذا نعلم طلابنا، تتطلب سياسة اقتصادية توسعية على المستوى المالي تتمثل في الانفاق الحكومي، وحتى على المستوى النقدي اللي بيتمثل في ما ينتهج البنك المركزي من سياسات. لكن الأمر بيتوقف على كفاءة من قائم على مثل هذه السياسات في كيفية التصرف. وخليني أذكر لحضرتك أنه لولا سياسات الإصلاح الاقتصادي التي اتبعت منذ 4 أو 5 سنوات داخل الدولة المصرية، ما كان أبدا للدولة المصرية والاقتصاد المصري أن يصمد أمام هذه الجائحة زي ما ذكرت لحضرتك، بالشكل الذي لم يجعل المواطن العادي وهو في منزله يستشعر أن هناك نقص في سلع استهلاكية أو في سلع استراتيجية. حتى فكرة الإنفاق الاجتماعي أو الإنفاق على محدود الدخل، الدولة اتخذت سياسات وسياسات قوية فيما يتعلق بالعمالة غير المنتظمة، فيما يتعلق بتقليل العبء على من تضرر من الحظر أو ما إلى ذلك. دكتور محمود، والزملاء يستعرضون لنا هذه اللقطات التي هي إما من قلب سيناء أو من الجانب المحيط بسيناء، وحتى اللقطات التي كان الرئيس عبد الفتاح السيسي حاضرا فيها مع قادة الدولة وقادة القوات المسلحة ممن يدشنون هذه المشروعات التي من شأنها، وكما جرت العادة على مدار السنوات الماضية، أن تغير من الوجه الحضاري والتنموي لكل بقعة من أرض مصر، لكن هذه المرة الأمر مرتبط بسيناء. ما هي الميزة التفضيلية أو الميزة النوعية التي يمكن اجتذاب رؤوس الأموال والمستثمرين؟ لأن حضرتك أشرت في النهاية المستثمر منبت الصلة عن العمل الخيري والإنساني، هو يستهدف الربح المباشر. يعني يمكن منطقة سيناء في نظري على المستوى الاستثماري والاقتصادي تعد منطقة لا زالت بكرا، بمعنى أنه يعني لم تضع إليها يد الاستثمار، ويمكن ده كان لي علاقة بالاعتبارات الأمنية وتوغل الإرهاب اللي الدولة المصرية والمصريين بشكل عام كل منزل دفع ضريبة هذا الأمر في شهدائنا من القوات المسلحة والشرطة المصرية. سيناء منطقة شاسعة، منطقة كبيرة، يمكن أن تكون مؤهلة في كثير من المشروعات، زي ما ذكرت لحضرتك أنها منطقة يعني لا زالت بكرا في العملية الاستثمارية. وجود مثل هذه المشروعات التي يمكن أن تربطها بالدلتا بشكل آمن وسريع، وتوافر البنية التحتية، يمكن أن يجعل منها سوقا يعني تعبر من خلاله السلع إلى كثير من الدول الخارجية. دكتور محمود، المشروعات التي تمت ليس في قلب سيناء، في شمال ووسط وجنوب سيناء، لكن في المناطق التي قد تبدو وثيقة الصلة بسيناء، في العين السخنة، في بورسعيد، في الإسماعيلية، في السويس، هل كان للأمر ارتباط بهذه المناطق، بهذه المحافظات بعينها، ولا كان هناك انعكاس ونظر إلى سيناء أيضا ونحن ننمي وننفذ هذه المشروعات؟ والله من يتتبع مسيرة المشروعات التنموية اللي انتهجتها الدولة خصوصا في الثلاث سنوات الأخيرة هيجد أن هناك يعني تصور أو منهج لدى هذه الدولة فيما يطلق عليه التنمية المتوازنة ما بين أقاليم الدولة. يعني كان يحدث في السابق أن تتمركز المشروعات التنموية داخل العاصمة، وبالتالي تحرم المناطق الأخرى زي مناطق الصعيد أو الدلتا أو مناطق سيناء من مثل هذه المشروعات. لكن المتتبع للمشروعات التنموية حيجد أن هناك تنسيق شبه متوازن ما بين أقاليم الدولة والمحافظات، ويمكن ده بيكون له مش بس غرض اقتصادي، ولكن دكتور محمود هو تعبير حقيقة يأخذ الأذن، يعني لا يمكن لأذن أن تخطئه. وحضرتك تقول منهج الدولة في التنمية المتوازنة بين أقاليم الدولة، التعبير أيضا يبدو تعبير علمي وليس تعبيرا اعتباطيا. نعم يا فندم، لأنه بيأتي في السياق السياسي، بمعنى فكرة الولاء والانتماء، لأنه يعني الانتماء أنت مجبر عليه، لكن الولاء يتم تعظيمه بما يتعلق وهو ترسيخ معنى المواطنة. يعني جبلت عليه ولست مجبرا عليه، ربما قد تكون العبارة أوفق يعني. بالضبط، يعني أنا أريد أن أشير في هذا الصدد أنه حينما تكون داخل، هذا أمر متعارف عليه أكاديميا، حينما أن تكون هناك تنمية متوازنة عبر أقاليم الدولة ولا تحرم منطقة معينة
من مشروعات بعينها ويتم تمركز المشروعات داخل العاصمة، هذا من شأنه يمكن أن يقلل من قيم الولاء لدى الأشخاص أو المواطنين الذين يقبعون في مناطق الأقاليم. ويمكن ده لما حصل بشكل متطرف في كثير من الدول المجاورة لنا، شهدنا أن الأمر قد وصل في بعض الأحيان إلى حد انفصال إقليم معين من الدولة، زي ما حصل في جنوب السودان، زي ما حصل في كثير من الدول الإفريقية. كان السبب الأول والأعظم هو فكرة أن الحكومة أهملت هذه المنطقة أو هذه المناطق تنمويا، وتمركزت الخدمات كلها في العاصمة أو في المنطقة اللي موجود فيها الحاكم. لكن منهج الدولة المصرية وفكرة وجود تنمية متوازنة تتوزع بشكل متزن وفقا أيضا، يعني هذا لا يعني أنها لا تتوزع وفقا لاعتبارات الجدوى الاقتصادية، ولكن توزع وفقا لاعتبارات الجدوى الاقتصادية ويراعى معها اعتبارات الجدوى الاجتماعية بالشكل الذي يمكن أن يعلي ويعظم من قيم المواطنة داخل أو لدى شعوب هذه المناطق، وهذا غرض سياسي قبل أن يكون غرض اقتصادي. دكتور محمود، عندما تتخذ الدولة منهجا قائما على التوسع في حجم الاستثمارات المرتبطة بالبنى التحتية، الاستثمارات المرتبطة بالطاقة، بالطرق، وهو المنهج الذي أرسته مصر على مدار السنوات الماضية، استثمارات من هذا النوع المردود المرتبط بها مردود في المدى المنظور، مردود قصير المدى، ولا قد يكون طويل المدى وثماره تجنى ولو بعد حين؟ المفترض أن يكون لدى الدولة يعني طموح على المستويين، على المستوى قصير المدى وعلى مستوى طويل المدى، ولكن الشاهد في هذا الأمر أنه المردود لا يجب أن يكون مردود مباشر، بمعنى أن يكون عائدا يمكن أن يتم تطبيقه في إيرادات الدولة أو في إجمالي الناتج المحلي للدولة، ولكن يمكن هناك أيضا عوائد اقتصادية قد تكون بشكل غير مباشر، وهي فكرة استيعاب كميات من العمالة، لأن استيعاب كميات من العمالة أو المشروعات كثيفة العمالة التي توعد كميات العمالة، هذا من شأنه أن يكون لديه مردود اقتصادي، يعني ليس فقط في توفير دخل لمجموعة من العاطلين، ولكن هذا يحرك ويحفز الطلب الكلي بشكل عام، بالشكل الذي يمكن أن يعظم كثير من الأمور الاقتصادية. العمالة غير المباشرة أيضا المرتبطة بمشروع معين، لأن وجود أي مشروع أو وجود أي استثمار داخل مكان بيرتبط بعمالة مباشرة تعمل بشكل مباشر لدى هذا المشروع، وعمالة غير مباشرة يمكن أن تكون أو يكون ارتباطها مرتبط بوجود هذا المشروع. واستراتيجيات الدول يجب ألا تكون فقط على المدى القصير، ولكن يجب أن يكون هناك مشروعات حركة رأس المال فيها سريعة، وعلى الجانب الآخر يجب أن تكون هناك مشروعات على المدى الطويل، لأنك تتحدث عن اقتصاد دول يجب أن يكون مستمر لفترات طويلة. دكتور محمود، حضرتك أشرت إلى خطوات الإصلاح الاقتصادي وانعكاسها على مستوى رسوخ الاقتصاد المصري بإشارات البنك الدولي وبإشارات الصندوق النقد الدولي ووكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تمت الإشارة إليه بشكل متتالي على مدار الأيام الماضية، لكن ما العلاقة التي يمكن أن يربطها البعض بين خطوات الإصلاح الاقتصادي وبين قدرة الدولة وكفاءة الدولة على أن تدشن كل هذه المشروعات القومية؟ يعني كل هذه المشروعات الاقتصادية التي نتجت منذ تبني سياسات الإصلاح الاقتصادي، والتي بدأت بتحرير سعر الصرف وسلسلة من القرارات، كان منها ضريبة القيمة المضافة وتخفيض الدعم على المحروقات أو على الطاقة، كل هذه المشروعات يعني ولدت إشادات متتالية من المؤسسات الائتمان الدولية أو المؤسسات النقدية أو المؤسسات المالية، تمثلت أو كانت مظاهر مثل هذه الإشادات انعكست في احتياطي النقد الموجود لدى البنك المركزي، استقرار سعر صرف العملة، ولا أتحدث هنا عن قيمة العملة مقابل العملات الأجنبية، وإنما أتحدث عن حالة الاستقرار. مجرد أن يكون هناك حالة من حالات الاستقرار، أي ثبات العملات الأجنبية أمام العملة المحلية لفترات طويلة، هذه أحد أهم العوامل التي يمكن أن تطمئن المستثمر، لأن المستثمر ما ينظر إليه داخل أي دولة أو داخل أي اقتصاد هو وجود حالة من التأكد، بمعنى أن يضمن أن الاستراتيجيات الاقتصادية والنقدية والمصرفية سوف تستمر على فترة طويلة. كل هذه الأمور انعكست سواء في مؤشرات الاقتصاد الكلي من عوائد المصريين العاملين بالخارج أو العوائد القادمة على
من السياحة أو العوائد القادمة من الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي أيضا انعكست في احتياط النقد الموجود داخل البنك المركزي، أعطى الدولة المصرية قدرة على الإنفاق بشكل أكبر. نعم. لاستيعاب هذه المشروعات. ولذلك أستطيع أن أقول أنه كون الدولة تستمر في استكمال مسيرة المشروعات التنموية ولا تتوقف أمام هذه الجائحة التي أرقت ولا زالت تؤرق اقتصاديات أو دول، يمكن الناتج المحلي الإجمالي بتاعها يفوق الناتج المحلي الإجمالي لمصر بدرجات كبيرة. لكن ما يميز أيضا الاقتصاد المصري أنه اقتصاد غير منكشف. بمعنى إيه؟ الانكشاف الاقتصادي أو مصطلح الانكشاف الاقتصادي يعني أن يكون اقتصاد هذه الدولة قائم على موارد أو على اقتصاديات لا تتأثر بشكل كبير بالإكسترنال شوك أو الصدمات الخارجية. يعني ده زي ما هو موجود مثلا في الدول، بعض الدول العربية اللي اقتصادها قائم بشكل كبير على البترول. تعرض البترول، يعني مثلا تحدثنا عن بعض الدول العربية والخارجية اللي يمكن 84% من إيراداتها بيأتي من قطاع النفط. كون هذا القطاع أو أسعار البترول تتعرض إلى حالة من حالات الصدمات الخارجية المرتبطة بالسوق العالمي، هذا يؤثر أو هذا يدل على أن اقتصاد هذه الدولة هو اقتصاد منتج. لكن حتى هذه الدول دكتور محمود كانت قد أشارت في خطط اقتصادية سابقة على مدار العقد ونصف الفائت إلى رغبتها في خلق مزيج من إيرادات ومصادر الدولة بعيدا عن وصف الاقتصاد باقتصاد النفطي. نعم. شكرا جزيلا لحضرتك دكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان منضما إلينا عبر الهاتف. أشكر حضرتك، شكرا جزيلا. وقد حرصت الدولة على تنمية سيناء عبر عدد من المشروعات التي تنفذها حاليا في هذه البقعة الغالية من أرض الوطن، سواء كان ذلك من خلال إقامة المدن السكنية أو تنفيذ مشروعات صناعية وزراعية وتنموية مختلفة. تتضمن خطة الدولة في تنفيذ مشروعات تنمية سيناء تنفيذ أكثر من 300 مشروع لخدمة كافة مجالات التنمية الشاملة بشبه جزيرة سيناء. وتتمثل استراتيجية تنمية سيناء في توفير مليوني فرصة عمل وضخ استثمارات بنحو 20 مليار دولار، إضافة إلى رفع نصيب سيناء من الدخل القومي 4.5%. وفي إطار خطة التنمية تم تنفيذ مشروعات قومية عملاقة، على رأسها أنفاق تحيا مصر بشمال الإسماعيلية وأنفاق الثالث من يوليو جنوب بورسعيد، والتي تعتبر شرايين حياة جديدة لربط سيناء بكافة أنحاء مصر، وذلك بالتزامن مع استكمال منظومة الكباري العائمة التي تنتشر على طول المجرى الملاحي لقناة السويس، بالإضافة إلى تطوير مطار العريش الدولي. تتضمن مشروعات مجال الطرق إنشاء 24 طريقاً بإجمالي أطوال 1922 كيلومتراً، كما تشمل مشروعات الإسكان إنشاء تجمعات عمرانية جديدة مثل مدينة رفح الجديدة ومدينة بئر العبد الجديدة، كما يتم تنفيذ مشاريع مختلفة في مجال الرعاية الصحية، منها إنشاء مستشفيات جديدة ورفع كفاءة مستشفيات أخرى. وفي مجال المنشآت التعليمية يتم تنفيذ جامعة الملك سلمان، ولها 3 أفرع في الطور وشرم الشيخ ورأس سدر، بالإضافة لجامعة العريش التي تم تشغيلها بعدد من الكليات، وكلية التربية التي تم البدء بها كنوات لجامعة الطور في جنوب سيناء. كما يوجد معهدان فنيان صناعيان في شمال سيناء يتبعان الكلية التكنولوجية في بورسعيد، ويوجد اقتراح في المستقبل بأن يتم تحويل هذين المعهدين لجامعة تكنولوجية ثم يضاف لهما منشآت أخرى. هذا بالإضافة لمشاريع تشمل إنشاء ورفع كفاءة مدارس وإدارات تعليمية، كما يتم تنفيذ مشروعات في مجال المنشآت الرياضية والثقافية والاجتماعية والخدمية، ويأتي على رأسها إنشاء سوق الجملة بالعريش. وفي مجال التنمية الصناعية فتتضمن تجهيز البنية الأساسية للربع الشمالي الغربي ومنطقة الخدمات بالمنطقة الصناعية ببئر العبد، وتنفيذ المرحلة الثانية لتطوير مصنع العريش للأسمنت، فضلاً عن إنشاء مجمع لإنتاج الرخام بالجفجافة. وفي مجال الزراعة واستصلاح الأراضي تعمل الدولة على زيادة الرقعة المزروعة في سيناء، خاصة في منطقة وسط وشمال سيناء، خاصة بعد الانتهاء من مشروع معالجة مياه مصر في بحر البقر، وكذلك مشروع معالجة مياه مصر في المحسمة، بالإضافة للمياه المتوافرة من ترعة السلام.
ونجحت محافظة جنوب سيناء في تطبيق تجربة التجمعات الزراعية من خلال 14 تجمعاً عمرانياً تنموياً بها أنشطة زراعية وسمكية لسكان المحافظة، كما يتم تنفيذ 7 تجمعات جديدة. كما يتم تنفيذ 49 مشروعاً تضم محطات تحلية وتنقية، بالإضافة لتنفيذ 5 مشروعات للصرف الصحي بمدن الشيخ زويد، بئر العبد، الحسنة، نخل، والطور، فضلاً عن تنفيذ 6 مشروعات لرفع كفاءة شبكات الكهرباء بمدن رفح، الشيخ زويد، والعريش. عبر الهاتف ينضم إلينا الكاتب الصحفي الأستاذ محمد عز الدين، نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام. أستاذ محمد، أهلا وسهلا بحضرتك. ما الذي تغير في وجه سيناء منذ عام 82 وصولا إلى هذه المرحلة التي نحن فيها الآن؟ أهلا بك أستاذ أحمد، وكل سنة ومصر بخير بمناسبة عيد تحرير سيناء. العديد من الأمور تغيرت للأفضل بفضل من الله وبفضل تكاتف الشعب المصري وبفضل الإرادة السياسية القوية التي فرضها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. إذا كان الراحل الرئيس السادات هو بطل الحرب وبطل السلام، وأيضا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هو بطلا للحرب وبطلا للحرب على الإرهاب وبطلا للسلام والتنمية في سيناء. العديد من الأمور تغيرت، خاصة بعد ثورة 30 يونيو كان هناك رؤية ثاقبة فيما يتعلق بإدارة التنمية في سيناء وضرورة ربطها بالوطن الأم بشكل حقيقي على الأرض. التنمية كانت بعد فرض السلام وتطهير سيناء من الإرهاب كانت هي السلاح الحاسم. الإنجازات والمشروعات القومية الكبيرة في مختلف المجالات، ولا أريد أن أعيد ذكرها مرة أخرى، ولكنها كانت بشكل كبير مبهرة سواء في معدلات الإنجاز أو في حجم المشروعات التي تم تنفيذها في أوقات قياسية ومواصفات عالية، أو في نوعية حتى المشروعات التي يمكن أن نقول أنها استراتيجية، مشروعات استراتيجية تتعلق بالتنمية، ليس الآن فقط أو حلول مؤقتة ولكنها حلول مستقبلية يمكن أن يبنى عليها لسنوات وسنوات بعد أن عانى أهل سيناء لفترات طويلة من ويلات الإهمال والمركزية في التخطيط وعدم تنفيذ التوصيات التي كانت موجودة بخصوص سيناء. الأمر اختلف الآن تماما. اليوم في الذكرى 38 لتحرير سيناء نشعر بالفخر جميعا، وهناك إحساس بأن الأمور تغيرت بشكل كبير، ولعل الساعات القليلة الماضية أو قبل يومين عندما شهد الرئيس افتتاحات جديدة في سيناء في منطقة المحيطة بقناة السويس المحسمة وغيرها من المشروعات التي تم تنفيذها، وعندما شاهدنا جميعا خروج الحفار من أنفاق جديدة، أنفاق هي عبارة عن شرايين للاقتصاد المصري، شرايين لتنمية سيناء وربطها، شرايين لخلق مجتمعات جديدة عمرانية وصناعية وزراعية. هي خطوة للأمام بكل شك، وهناك بالطبع اختلاف كبير ونشكر عليه في ذلك الدبلوماسية المصرية التي فاوضت لفترات طويلة في معركة دبلوماسية وتحكيمية حتى عادت طابة، ومن قبلها تضحيات وما زالت مستمرة حتى الآن القوات المسلحة المصرية ودماء الشهداء التي تروي أرض سيناء. ما ذكرت حضرتك في بدء هذه المداخلة يقود إلى سؤال حول الجدوى المنشودة أو الأهداف المستهدفة من وراء ضخ هذه المبالغ التي لم يسبق وأن خصصت لسيناء على مدار كل حقب التاريخ المصري المعاصر، نحو 800 مليار جنيه، مبالغ لم تخصص لكل المحافظات المصرية، خصصت لسيناء بحسب التعبير الذي استعمله الرئيس عبد الفتاح السيسي. أي أهداف كانت مرجوة من وراء هذا الضخ الاستثنائي؟ بالطبع هو رقم كبير للغاية، ولكن إذا علمنا المعاناة التي عانتها سيناء والأطماع الإقليمية والعالمية والترصد ومحاولات خلق وزرع
بؤر إرهابية في سيناء، وأسهم في ذلك مندوب جماعة الإخوان الإرهابية في الفترة التي تولى فيها التي نكست فيها مصر بتولي أحد أفراد هذه الجماعة الإرهابية الرئاسة، وسمح بدخول الآلاف من المقاتلين والمرتزقة. هذه الأرقام تدل على الأهمية الشديدة لأرض سيناء، الأهمية استراتيجية وأهمية وطنية للأرض التي سالت على ربوعها آلاف من الأرواح والدماء المصرية لاسترجاعها والحفاظ عليها وصيانتها، وأيضا التنمية منطقة سيناء من المناطق الغنية جدا في الثروات الطبيعية والموقع الاستراتيجي الهام الذي لا يضاهيه أي موقع آخر في العالم. هي ملتقى القارات الثلاث ومنطقة محورية، ولدينا فيها قناة السويس والمحافظات الأخرى المجاورة التي طالها قدر كبير من التنمية ومن ضخ الاستثمارات، وتغيرت الخريطة تماما في هذه المنطقة التي كانت أحيانا لا توجد بها تنمية حقيقية، هي مجرد مشاريع وافتتاحات أيضا لمشاريع، وتظل شواهد هذه المشاريع بدون افتتاحات. الآن الأمر تغير بالكامل، هذه المبالغ الكبيرة، هناك استثمارات ضخمة فيما يخص البنية التحتية، صحارة سرابيوم، المشاريع الخاصة بتحلية المياه، استزراع السمكي، استخراج المواد الطبيعية والثروات الطبيعية، وإقامة المصانع العديدة على أحدث طرق التشييد والتصنيع في العالم في سيناء. هو يدل على الأهمية الكبيرة لأرض سيناء على الرغم مما يحاول أو حاول في السابق ويحاول الآن عبر الحروب الإلكترونية والذباب الإلكتروني الأزرق ومحاولة مهاجمة مصر وإنجازاتها والتقليل من عزيمة وفداء الشعب المصري ومحاولة خلق أمر مغاير عبر الإعلام الإلكتروني والإعلام الملون. هذه الاستثمارات والمبالغ الضخمة التي تحدث عنها الرئيس، أضرب مثالا، هو تحدث عن إقامة بيت بالبيت السيناوي بكل مواصفاته الخاصة لهذه المناطق، تكلف 3 مليون يقدم مجانا للمواطنين هناك. أيضا تحدث السيد الرئيس عن استصلاح تكلفة استصلاح الفدان، والتي تصل في بعض المناطق الصعبة التضاريس إلى نحو 300 ألف جنيه، هذا رقم كبير ولكن الحكومة تقدمه وبالتوجيهات الرئاسية، ومصر تقدمه لأهل سيناء وللمستثمرين والتجمعات الجديدة التي من المنتظر أن تتدفق إلى سيناء خلال السنوات المقبلة، سواء التجمعات السكانية أو التجمعات الإدارية وتجمعات المشروعات في المناطق المحيطة بمنطقة خليج السويس أو في المحافظات الثلاث الإسماعيلية وبورسعيد والسويس. الأمر مختلف تماما هناك. لكن أستاذ محمد، وحضرتك تتحدث في هذه الجزئية، الأمر بالضرورة أيضا يقود إلى تساؤل حول انعكاس كل ما يجري من خطوات تتم على أرض الواقع على نظرة أهالي ومواطني شمال ووسط وجنوب سيناء لما تقدمه الدولة، مستوى الارتباط الحاصل بين المواطن في سيناء الذي كان شريكا في عمليات التحرير والتطهير وصولا إلى مكافحة الإرهاب، مستوى الانعكاس الحاصل أو الارتباط الذي يمكن أن يحدث بين المواطن وبين الدولة اتساقا مع ما يتم. الحقيقة هناك تغير كبير للأسف، في فترة من الفترات شعر المواطن السيناوي بعدم وجود تنمية حقيقية مثله في ذلك، مثل بعض المناطق الحدودية أو البعيدة عن المركزية الإدارية التي للأسف تعاقبت الحكومات في الفترات السابقة عليها. الأمر الآن مختلف تماما، هو يرى بأم عينيه التضحيات التي تبذلها القوات المسلحة المصرية لتطهير المنطقة من الإرهاب وحفظ أرواح المواطنين هناك ومنع تحولهم إلى الإرهاب، بالإضافة إلى عمليات التنمية الجدية. الأمر لم يعد مقتصرا على بعض الكلمات في المناسبات كما كان يحدث في السابق، الآن نرى المشروعات، وليست المشروعات
قليلة الحجم، لكن المشروعات العملاقة، بعض المشروعات التي نفذت في سيناء هي الأكبر من نوعها في العالم. سحارة ترابيوم على سبيل المثال هي هو مثال أكبر المنشآت في هذا الأمر. أيضا بعض المنشآت التي سيتم الإعلان عنها خلال الشهور المقبلة وحتى نهاية هذا العام هي الأكبر من نوعها في العالم في سيناء. نظرة المواطن السيناوي إلى الانتماء والإحساس بأنه جزء من هذا العمل تغيرت تماما وتحولت بشكل كبير إلى الالتصاق واللحمة بالوطن، وخاصة بعدما رأى بأم عينيه أن الموضوع لم تعد هناك خطابات كلامية ولم تعد هناك وعود، ولكنه يرى الآن بأم عينيه أن الإنجازات تتحقق ثم يتم الإعلان عنها في وقت قياسي، بالإضافة إلى مراعاة كافة الأمور المتعلقة بتحسين جودة الحياة أو مد شبكات الحماية الاجتماعية سواء التعليم أو الصحة أو فيما يتعلق ببعض الأمور الأخرى المتعلقة بالمجتمع السيناوي سواء في الشمال أو الجنوب أو الوسط. الأمور تغيرت بالكامل وهناك منشآت عديدة واهتمام. كان المواطن يسافر إلى المدن ويخرج من شبه جزيرة سيناء حتى يعالج أو حتى تقضى بعض المصالح، الأمر الآن مختلف تماما هناك، بالإضافة إلى المنشآت التي الطبية التي يتم إنشائها، هناك أيضا قوافل متنقلة، هناك العديد من الحملات الصحية التي يتم تنظيمها خصيصا في منطقة سيناء. المواطن السيناوي الآن يشعر بالفخر والانتماء، وخاصة مع التضحيات التي يقدمها أبطال القوات المسلحة والشرطة في حماية وتوفير سبل الأمن وعدم الوقوع في براثن الإرهاب مجددا في هذه المنطقة، وخاصة أن الأمر تغير بالكامل منذ تولي وحتى قبل أن يتولى السيد الرئيس عقب ثورة 30 يونيو تحديدا. تغير الوضع تماما فيما يتعلق بالتعامل مع قضية سيناء، وأصبحت الأولوية للمواطن والأولوية للتخلص وتطهير المنطقة من الإرهاب ثم التنمية بأسرع ما يمكن وبأفضل العقول والسواعد المصرية تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد عز الدين الكاتب الصحفي نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام. عبر الهاتف أيضا ينضم إلينا اللواء عادل العمدة المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا. سيادة اللواء أهلا وسهلا بحضرتك. سيادة اللواء، كثيرة هي الروايات التي كانت تتحدث عن الشراكة التي كانت حاصلة بين المواطن السيناوي المواطن المصري في سيناء وبين القوات المسلحة في معارك التحرير وصولا إلى هذه المرحلة. ما الذي يقال في الشراكة الحاصلة الآن بين المواطنين في شمال سيناء وفي سيناء في عمومها وبين الدولة في هذه المرحلة؟ الأول بهني سيادتك والشعب المصري كله بهذه المناسبة السعيدة، وبقول إن أرواح الشهداء هي كانت السبب الرئيسي لما نحيا فيه الآن، فتحية إجلال وتقدير لأرواح الشهداء على مر العصور، وده في هذا الصدد بيأكد لنا إن في شهداء كانوا موجودين من أبناء مصر في سيناء مزاملة في إطار الشراكة أيضا مع المقاتل المصري في الجيش المصري اللي كان بيقود المعارك على مدار التاريخ وعلى مدى العصور. الشراكة دي هي اللي كانت النسيج الواحد اللي خلفت النتائج الإيجابية اللي كلنا بنعيشها دلوقتي وبنحياها. النتائج الإيجابية اللي بنعيشها دلوقتي هي معناها الاستقرار والأمن والتنمية اللي بننشدها كلنا جميعا في هذا الصدد. المستهدف كان توطين 3 مليون مواطن مصري بعد أكتوبر 73 في إطار بعد تحرير سيناء تحديدا، وبعد أن استردينا طابة وكامل الأرض حرارت في مارس 89 بدأت عملية التنمية في إطار خطة شاملة وضعتها الدولة كانت من 94 حتى سنة 2017، ولكن غياب الإرادة السياسية في هذه الفترة يعني عمل عملية يعني ديليت أو يعني تأخير شوية لعملية التنمية. ولكن منذ أن تولى القيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب 30 يونيو تحديدا وبداية من 2014 بدأت فعلا الدولة المصرية تتجه ناحية سيناء بكل القوة،
يمكن خصصت لتذكر حضرتك 10 مليارات 10 مليارات من الجنيهات المصريه ومنحت الى القياده الموحده شرق القناه للتنميه في سيناء، وكانت دي البدايه وبقوله الانتاج مع تزامنا مع مشروع قناه السويس كتنميه المحور في القناه الجديده. بدات الفكره في ان احنا يكون في عندنا استراتيجيه ثابته مبنيه على خطه زمنيه محدده. طيب معلش سياده اللواء، حضرتك وانت تستعرض السياقات الزمنيه المتلاحقه ما بعد تحرير سيناء لهذه المرحله استعملت تعبير الاراده السياسيه لدى الاداره في كل مرحله. السؤال حول هذه المرحله، هل الامر علاقه باستقلاليه القرار السيادي بالنسبه للاداره المصريه؟ استقلاليه القرار السياسي للاداره المصريه كان موجود وحاضر لسبب بسيط، لان ما عندناش املاءات، لا نخضع لاملاءات، ليست لنا ولا لا يوجد احد مسيطر على اراضي من اراضينا لكي يملي علينا اجندته او يملي علينا مطالبه او امتيازاته، ولكن احنا كدوله مصريه حره نمتلك حريه القرار السياسي، فبالتالي كانت عندنا الاراده القويه ان نحقق النجاحات المطلوبه. لما نصرف 600 مليار جنيه مصري حتى الان في مشروعات تنمويه داخل سيناء، داخل سيناء ال 60,000 محافظتين اثنين فقط في سيناء، المحافظتين دول بالمقارنه 600 مليار دول بالمقارنه بمحافظات مصر الجديده يعني بالنسبه للميزانيه يعني نسبه كبيره جدا حاصله في سيناء، ده يدل على القياده السياسيه المصريه وارادتها الحديديه يعني جاهزه ومطوعه كل الامكانات لتحقيق هذا الامن القومي. فكره الصرف ده الهدف الرئيسي وجود اراده سياسيه قويه بيحقق الامن القومي، وده اللي كانت بتستهدفه الدوله المصريه. الامن القومي يتاتى من توفير فرص عمل، من توفير مساكن وايواء، من توفير خدمات، من توفير كل السبل اللي تحقق حياه مستقره داخل الدوله المصريه، من جهه من القضاء على الارهاب ومن جهه ثانيه من خلال الحرب الاهليه. سياده اللواء، مسيره التشكيك المستمره في كل الخطوات التي اتخذتها الدوله تاريخيا حتى على مدار العقود الماضية، تشكيك في قرار الحرب، تشكيك في نتائج الحرب، تشكيك في عملية التفاوض، تشكيك في المسار القانوني، تشكيك في جهود التنمية، والرئيس السيسي له إشارة يقول فيها إن كل خطوة يتم اتخاذها حتى في هذه المرحلة يتم التشكيك فيها. وتيرة التشكيك هذه هدأت أو قلت قليلا بحكم أن الأمور أصبحت مترجمة على أرض الواقع، ولا هي مستمرة أيضا؟ التشكيك ده أحد أدوات اللي بتتخذها العناصر الهدامة لتحقيق نتائجها أو لتحقيق الهدف من وجودها في الحياه. فبالتالي ده اسلوب حياه بالنسبه لهم، ولكن الوعي اللي زاد عند المواطن المصري في الفتره الاخيره بالذات، والواقع اللي بيشوفه بعينيه كل يوم، والجديد اللي بيشوفه بعينيه كل يوم، والافتتاحات يعني في خلال الفتره الزمنيه اللي فاتت دي تقريبا الخمس سنوات اللي فاتوا في 11,000 مشروع تم افتتاحهم في الدوله المصريه، كل الناس شافتهم، يعني حاجه مش مخباه او حاجه غامضه، لا ده كل المجتمع الدولي والمجتمع الداخلي داخل الدوله المصريه راى هذا الكلام رؤيه العين، اذا اصبح حقيقه وواقع ملموس مردوده بنعيشه دلوقتي على الرغم من ازمه الكورونا اللي بتفتح العالم، انما الدوله المصريه ماضيه في هذا الصدد. فبدل كل الاجراءات اللي بنعملها دلوقتي كدوله بتضحك فكره التشكيك اللي بيحاولوا يسروها داخل جنبات الدوله الشعب المصري، ولكن الشعب المصري الواعي بالمكان قدر قيمه العمل، يقدر قيمه القياده السياسيه، يقدر قيمه التخطيط الاستراتيجي، يقدر قيمه الحكومه الحاليه اللي بتبذل جهد غير عادي ومسبوق بالفعل على مدار التاريخ في تقديم كل الرعايه للمواطن المصري في كل اتجاه وفي داخل رباط جمهوريه مصر العربيه، والدليل حتى سيناء اللي كانت مهمشه في مرحله معينه النهارده بتشهد حجم من الانجازات وحجم من المشروعات في كل المجالات مش مجال واحد فيما يتعلق بتحقيق الامن القومي المصري على ربوع وسياده الدوله المصريه. كلما تم الحديث عن تنميه سيناء على المستوى الاقتصادي وعلى مستوى البنى التحتيه يتم ربط الامر بالامن القومي، الرئيس السيسي قبل سنتين تقريبا قال ان الامر في ظل انفاق كل هذه المبالغ ليس مرتبط بعدد السكان الموجود في سيناء لكنه مرتبط بشكل اساسي بمحددات الامن القومي، لماذا الربط الحتمي والمباشر بين كل جهود التنميه وبين الامن القومي في سيناء؟ البعد الجغرافي والبعد السياسي والبعد الاستراتيجي لسيناء هو الرئيس في هذا الموضوع، لان طبعا معلوم ان على مدار التاريخ المسار اللي بتخش منه كل الحملات الغازيه للدوله المصريه بتحاول بتيجي من الاتجاه الاستراتيجي الشمال الشرقي، فعشان كده وده خد بال حضرتك هي الخط اللي بين طابه ورفح هو الخط الوحيد البري الذي يربط القارات بعضها البعض،
لان كله بعد كده ميه. لو بصينا على الخريطه كويس هنلاقي ده الخط الوحيد اللي بيربط، فكان هنا سبيل الدخول او اقتحام الدوله المصريه وتحقيق الغزو فيها يتم من او يتاتى من خلال شبه جزيره سيناء تحديدا. فعشان كده هي مطمع على مدار التاريخ، مطمع على مدار التاريخ، عشان الحفاظ عليها وتحقيق الامن فيها وتحقيق الاستقرار فيها بينعكس على الدوله المصريه بالكامل، طبعا بيمنع وجود وجود اي عنصر يحاول هدم الامن القومي. عشان كده تعزيز فكره الامن القومي المصري تتاتى من الحفاظ على اراضينا في سيناء، حدودنا في سيناء. عشان كده ناكد على كل حكام اللي بيجاوا الدوله المصريه يحاولوا جديا على الحفاظ على الدوله المصريه من خلال الحفاظ على سيناء والمواطن السيناوي. سيادة اللواء، الحروب التقليدية التي تتم عبر تحريك الجيوش ربما هدأت وتيرتها قليلا لأنها مكلفة، ومكلفة على المستوى الاقتصادي والعسكري بشكل ضخم للغاية. كيف يمكن التعامل مع ما توصف بالحروب غير النمطية في هذه المرحلة والاستهداف ربما بشكل مباشر لسيناء؟ المكاشفة والحقيقة والصراحة والوضوح والعمل والأمل كلها مصطلحات تنطبق على أسلوب المجابهة اللي يتسم مع طبيعه الصراع الحالي في الحروب الحديثه اللي بتستغل الشائعات، تستغل عمليه التشكيك، تستغل عمليه التطرف والارهاب، تستغل عمليه يعني عدم الثقه بين او بس روح عدم الثقه بين الشعب وبين القياده السياسيه، التشكيك المستمر في كل النجاحات وكل الامتيازات، الاتيان باعمال اثناء الاعياد القوميه والمناسبات تستهدف هز استقرار الدوله المصريه. كل محاولات دي كلها دي هي الاسلوب الحديثه، الاساليب الحديثه للحروب الجديده اللي بتحاول تهدم الدوله المصريه والدول العالم كلها بصفه عامه. المجابهه ليها تتاتى من المكاشفه والحقيقه والصراحه والوضوح من جهه، من جهه ثانيه الامل والعمل، استقاء المعلومه من المصدر الرئيسي ليها، يعني بالبلدي كده وبصريح العباره زي ما بنقول لازم تكون المعلومه من مصدر رسمي، ما ناخدش المعلومات على وسائل التواصل الاجتماعي من بعض العناصر. معلوم ان السوشيال ميديا اصبحت يعني نسبه اكثر من 50% من الشعب المصري بيستقي معلوماته من خلالها. احنا بنقول للشعب المصري خليه، ان اصبحت من الوعي بمكان دلوقتي بعد ان قط ملحمه وملاحم كثيره جدا خلال عقودك، يعني المواليد اللي بقى لهم 40 سنه او 50 سنه النهارده من الشعب المصري خدوا حجم من المعترقات على مسار ده اللي ما فيش دوله في العالم عملته. فبالتالي الوعي زاد، الثقافه زادت، القدره على مجابهه التهديدات والتحديات اصبحت موجوده، الرهان على الوعي، والوعي موجود في الشعب المصري، وانا باكد لحضرتك هذا الكلام. شكرا جزيلا لحضرتك اللواء عادل العمده المستشار باكاديميه ناصر العسكريه العليا منضما الينا عبر الهاتف. نقاشنا وحديثنا سيكون مستمرا وموصولا حتى ساعات هذا اليوم حول الذكرى 38 لتحرير سيناء. فاصل قصير نعود من بعده لاستكمال نقاشاتنا. واللي مكسور يتصلح، شاركتني وحاجة
عشان بس أربط سينا بمصر. بتتعمل في سينا مزارع سمكية، 15 مصنع رخام، 2 خط أسمنت، ومناطق صناعية أخرى، وأراضي زراعية تضاف مش أقل من 200,000 فدان. إحنا مش ثابتين ومش هنسكت. وهنفضل نبني ونعمر. أهلا بحضراتكم من جديد، لازلنا مع حضراتكم في إطار هذه المتابعة لاحتفالات مصر بالذكرى 38 لاسترداد سيناء كاملة. هذا التاريخ الذي يصادف ملحمة دبلوماسية وسياسية وطنية كبيرة أتت في أعقاب معركة شهد لها العالم بأنها كانت استثنائية في كل شيء. نتحدث عن حرب التحرير، حرب 6 أكتوبر عام 1973. الدكتور علي مسعود، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بني سويف، ينضم إلينا عبر الهاتف. دكتور علي، أهلا وسهلا بحضرتك. ما هي الميزة الإضافية التي تحملها سيناء بحكم المكون الطبيعي أو بحكم ما تم إنجازه من مشروعات في سيناء يمكن أن يشكل عامل جذب للمستثمرين؟ طيب، هو كل سنة وحضرتك طيب والسادة المشاهدين ومصر بخير. في نقطة مهمة جدا يمكن أنا حابب أشارك مع حضرتك والسادة المشاهدين، أن رؤية الدولة المصرية لتنمية سيناء حدث فيها تغير تاريخي خلال الفترة اللي فاتت. في البداية كان تعاملنا مع تنمية سيناء في صورة مجموعة من المبادرات، مبادرة لاستصلاح مجموعة مساحة أراضي، مبادرة لبناء كم منزل أو كده. إحنا حاليا لدينا رؤية متكاملة ورؤية استراتيجية واضحة جدا لتنمية سيناء، ودي نقطة تحول كبير جدا، وإن الرؤية دي مرتبطة بالرؤية الشاملة لتنمية الاقتصاد المصري. إن الأمر لم يعد قاصر على مجموعة مبادرات بقدر ارتباطه باستراتيجية شاملة. باستراتيجية بالضبط. الحاجة الثانية ونقطة مهمة، كان التعمير بالنسبة لنا أو تنمية سيناء بالنسبة لنا كان مقصور فقط على القطاع الزراعي، إن احنا نعمل مجموعة مزارع أو وخلافه. دلوقتي في الرؤية الجديدة لتنمية سيناء كإقليم ذو أولوية، لا ده هي تنمية شاملة اقتصادية وخلق مقومات اقتصاد متنوع واقتصاد حديث، به جانب زراعي، به مكون خدمي، به مكون صناعي، به مكون اللي بيقوم على استغلال المقومات التعدينية أو الطبيعية أو السياحية والإثرية اللي موجودة على أرض. ومن هنا جاءت الدولة حقيقي فيما يتعلق بتنمية سيناء، قامت بدور مهم جدا بتقوم به الدول المعاصرة، اللي هم بيتمثل في حاجتين. الحاجة الأولى البنية الأساسية، احنا بنتكلم في مشروعات بنية أساسية وإسكان اجتماعي وتوفير مقومات الحياة على أرض سيناء تتجاوز حوالي 600 مليار جنيه، ودي مبلغ ضخم جدا بمقارنة بموازنة العامة للدولة. بحاجة الحاجة الثانية اللي بتقوم به الدولة على مستوى مصر كلها ودعم الاقتصاد المصري وبالتالي هيعود على سيناء، هو التحسين بيئة الأعمال، تحسين بيئة الأعمال، الإجراءات والقوانين والتشريعات اللي اتخذتها الدولة المصرية كان كتير من شأنها تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتهيئ المناخ المناسب للمستثمرين انهم يستثمروا. ومن هنا جت دعوة فخامة الرئيس للمستثمرين انهم يتوجهوا لسيناء، بس بعد الدولة المصرية ما عملت اللي عليها من بنية أساسية وتوفير مقومات للحياة وتحسين بيئة اعمال. من هنا نبدأ دخول مكون القطاع الخاص ورجال الاعمال الوطنيين في ملحمة تنمية سيناء ان شاء الله. دكتور علي، جذب الاستثمار قائم على رسائل الطمأنة التي تصدر عن الدولة وعن قمة الهرم السياسي فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن الاستثمار هناك آمن، ولا الجذب مرتبط بما تم تدشينه من مشروعات على مستوى البنى التحتية لم تشهدها سيناء عبر تاريخها، ولا مرتبط بأفضلية أصلا تحملها سيناء على مستوى المكون الطبيعي فيها؟ وحقيقة مرتبطة بالكل. أولا رسالة القيادة السياسية رسالة مهمة، والإضافة إلى أهميتها أنها رسالة ذات مصداقية.
ما هو لا، ما انه ممكن حكومه او قياده سياسيه توجه رسالة، ولكن رساله ليس ذات مصداقيه، ولكن الرساله اللي بتوجهها القياده السياسيه في مصر حاليا هي رساله ذات مصداقيه، بمعنى انه ما يتم توجيهه من رسائل ان الدوله المصريه والقيادات السياسيه والحكومه قادره على الوفاء بها وبالتزاماتها في هذا الاطار. دي النقطه. النقطه الثانيه، فعلا عشان ان انا اجذب مستثمر لمكان، اول حاجه بيبص لها ان باختصار شديد المستثمر هو عاوز يحقق اقصى ربح ممكن. صحيح. ده طبيعي جدا. فبالتالي اقصى ربح ممكن بيعتمد على في مقومات للمشروعات ولا ما فيش، في بنيه اساسيه ولا ما فيش، طيب في ميزه نسبيه للاقليم ده ولا ما فيش. سيناء بها كل مقومات حاليا بعد تدخل الدوله المصريه في المشروعات بصوره كبيره جدا خلال الفتره اللي فاتت، وربط سيناء بباقي الاراضي المصريه، نقدر نقول فيها كل مقومات تحقيق عوائد مرتفعه جدا للمستثمرين، وهتكون عنصر جذب كبير جدا خلال الفتره اللي جايه. نظره المستثمر لمشروع المشروعات البنى التحتيه دكتور علي مرتبط بتهيئه بيئه الاستثمار حقيقه، ولا مرتبط بتغيير وجه ونمط هذه الدوله؟ العلاقه بين مشروعات البنى التحتيه وبين الاستثمار المباشر وطنيا كان ام اجنبيا؟ هو بالتاكيد اقول لحضرتك باختصار شديد، المشروعات البنيه الاساسيه للاقليم وتنميته زي الشرايين بالنسبه للانسان، اللي هي بتنقل كل حاجه للخلايا الانسان. نفس الحكايه، مشروعات البنيه الاساسيه هي الشرايين بالنسبه للتنميه الاقتصاديه وتنميه الاقتصادات المحليه في اي اقليم، وبالتالي بدون طرق، بدون كهرباء، بدون برضو حتى مشروعات البنيه التكنولوجيه والاتصالات، صعب جدا ان المستثمر ياخد قرار استثمار في مكان ما. وبالتالي اهميه مشروعات البنيه الاساسيه، من الاسم هي بنيه اساسيه، هي اساس التنميه. كان صعب جدا نتكلم ان احنا ممكن نستغل موارد تعدينيه كثيره في سيناء بدون طرق، صعب جدا نتكلم عن تنميه حقيقيه في سيناء بدون اسكان اجتماعي وبدون انشاء مؤسسات تعليميه، ان احنا الولاد اللي هيروحوا يشتغلوا هناك هم يعلموا اولادهم، حقهم يلاقوا خدمه صحيه وحقهم يلاقوا سكن كويس. وبالتالي الموضوع ان انا اقدر اقول لحضرتك هو موضوع متكامل. البنيه الاساسيه هي الاساس او الاساس بتاع التنميه. يمكن اللي ضايف دلوقتي انه البنيه الاساسيه ما بقتش بس بنيه تحتيه في صوره تقليديه اللي هي الكهرباء والميه والصرف الصحي والكلام ده، لا، انتقلت الى بنيه اتصالات وبنيه نظم معلومات وخلافه. دكتور علي، بالنظر الى حجم اسهام القطاع الخاص في حركة التنمية التي جرت في مصر على مدار السنوات الماضية، والتي أصبحت محل إشادة وإشارة مستمرة من قبل المؤسسات الاقتصادية والدوريات الاقتصادية الوازنة على مدار السنوات الماضية، حجم إسهام القطاع الخاص في عملية التنمية هذه، وبالتالي قياسه على حجم ما يمكن أن يسهم به القطاع الخاص في سيناء، كيف يمكن النظر إليه؟ طيب، هو خلينا نقول القطاع الخاص قطاع هادف من الأساس إلى ربح كل مكان في الدنيا، ولازم الحكومة تاخد كده في الاعتبار ان المستثمر بيستثمر عشان يحقق ارباح. وبالتالي استجابه القطاع الخاص بتكون قد ايه في استثمارات على قد ايه ما بيحقق ارباح، واللي مرتبطه ببيئه الاعمال وبالفرص المتاحه. الملاحظ انه خلال الفتره اللي فاتت الدوله المصريه اتخذت اجراءات كتير جدا من شانها تحسين بيئه الاعمال والتعامل والنزاعات الضريبيه او خلافه مع المستثمرين. تبنت مجموعه من السياسات الاقتصاديه ترتب عليها قدر كبير من الاستقرار الاقتصادي في مصر. ده ترتب عليه حقيقي ان احنا بنشوف مساهمه القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي بدا بيزيد. بكم الاستثمارات الضخمه في البنيه الاساسيه اللي قامت بها الدوله المصريه خلال الفتره اللي فاتت واللي هتقوم بها خلال الفتره اللي جايه، ده هيترتب عليه خلق فرص استثماريه كبيره جدا، سواء القطاع الخاص الوطني او القطاع الخاص اللي احنا بنسعى لجذبه بهدف نقل الخبرات ونقل التكنولوجيا المتقدمه من دول صناعيه الى دكتور علي، ما الذي اوصل الاقتصاد المصري من اقتصاد على مدار او قبل نحو 6 أو 7 سنوات بحكم التغيرات التي طرات على البيئه السياسيه في مصر، من اقتصاد مهتز، اقتصاد يعاني
تآكلا مضطردا في الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية في المصرف المركزي، من اقتصاد لديه مشكلة في جذب استثمارات إلى اقتصاد أصبح على درجة كبيرة أو على درجة واضحة من الرسوخ بحسب التقارير الدولية؟ نقدر نقول ثلاث حاجات أساسية. أولا اللي هي نقدر نقول الرغبة السياسية والإرادة وإرادة القيادة السياسية لتطبيق برنامج اقتصادي مهما كان صعب وتنفيذه والاستمرار إلى آخره، دي حاجة. الحاجة الثانية وجود حكومة لديها من الخبرات والمهارات والقادرة على تنفيذ البرنامج الاقتصادي. الحاجة الثالثة ودي مهمة جدا، تفهم الشعب المصري لطبيعة الإصلاح الاقتصادي ومتطلباته وأبعاده وتداعياته. ودي الثلاث حاجات الأساسية اللي نقدر نقول تسببوا في أن البرنامج الإصلاح الاقتصادي ينجح وفي إشادة دولية كبيرة جدا عليه. ليه؟ دي حاجة. الحاجة الثانية برضو يترتب عليه أنه النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري بدأت تبقى إيجابية جدا سواء للمستثمرين داخل مصر أو المستثمرين من خارج مصر. دكتور علي مسعود عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بني سويف منضما إلينا عبر الهاتف، أشكر حضرتك شكرا جزيلا. إحنا لا نبغي إلا البناء والتنمية والتعمير والسلام. ستظل إذن ذكرى تحرير سيناء ذكرى لمعركة الشرف والكرامة بعد تمام استعادة الأرض. سنوات صمود وحرب حتى إتمام الانتصار في 6 أكتوبر عام 73، مرورا بعمليات استثنائية من المشقة والتعب في مفاوضات استمرت لسنوات أدارتها القيادة السياسية ومن ورائها القوات المسلحة والمؤسسة الدبلوماسية بثوابت كانت ترفض التنازل ولو على شبر واحد من أرض الوطن وعلى رأسه سيناء. دور دبلوماسي كان أساسيا وبارزا وفاعلا منذ لحظة احتلال سيناء وكان حاضرا في وقت الحرب، وأدار من بعد ذلك عملية السلام وسط مراوغات من قبل الطرف الآخر ومعهم داعموه. لكن المباغتة المصرية كانت أكثر فاعلية وهجوما بوضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليات مباشرة، وذلك عبر ما تم اتخاذه من إجراءات. للحديث عن ذكرى تحرير سيناء والمعركة الدبلوماسية التي خاضتها مصر لاسترداد كامل ترابها الوطني في سيناء ينضم إلينا على الهواء مباشرة السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق. سعادة السفير أهلا وسهلا بحضرتك، كل عام وحضرتك بخير. كل القادة العسكريون الذين تحدثوا عن حرب أكتوبر قالوا إن الاستهداف الأساسي كان الوصول إلى عملية تفاوضية تقود إلى استرداد كامل التراب الوطني. أسس التفاوض الدبلوماسي رسخت قبل الحرب ولا في أعقاب الحرب وما خلفته من نتائج؟ لا، مصر منذ العدوان 67 وهي تجهز كل وسائلها الدبلوماسية ووسائلها العسكرية ووسائلها المدنية وحشد تعبئة الشعب المصري. أنا أذكر أنني كنت أعمل في مستشارة للدكتور عبد القادر حاتم في سنة 70-71، كانت مشكلتنا أن نهدئ الشعب المصري الدؤوب لأن يحرر أرضه، خروج مظاهرات من الجامعة تطالب بتحرير سيناء. فكنا دائمي يعني الإعلام يحاول أن يطمئن الشعب أننا لن نترك شبر واحد، وده حسب تعبير رحمة الله عليه الرئيس السادات، من أرض مصر. وبالتالي كان هناك شعور قوي جدا نحو تحرير هذه الأرض السليبة، لدرجة أن ليونيد برجنيف عندما قابل الدكتور حاتم وقتها وكان النائب الأول للرئيس السادات في مجلس الوزراء وقال له أنتم لا تعبئون الشعب المصري بشكل كافي، فرد علي قال الشعب المصري لا يحتاج لتعبئة، بالعكس صحيح. الشعب المصري معبأ بالكامل. الفكرة أننا لن نعبئه إلا إذا كنا ننوي فعلا أو حددنا تاريخ المعركة.
بل لعلك تذكر إن كنت تابعت في تلك الفترة أن كان جزء من وسائل التعمية الدبلوماسية هو يعني نوع من الاسترخاء الظاهري. وأذكر أن عندما قامت معركة 73 أنا كنت في آخر الدنيا في البرازيل، وجاءتنا رسالة من الرئيس أنور السادات. معلش سعادة السفير، أنا أسف على المقاطعة، لكن كلنا تقريبا سمعنا أو فهمنا وأدركنا أن هناك مناورة على المستوى العسكري أقادها الرئيس الراحل أنور السادات بفكرة تهيئة الأمور على أن هناك حالة من الاسترخاء الشديد وأن مصر في هذه اللحظة لا تبدو مهيئة بأي شكل من الأشكال لحمل السلاح. حضرتك تقول أن هناك مناورة تقريبا من ذات الصنف والنوع تمت على المستوى الدبلوماسي أيضا. نعم أحكيها لك، لأن جاءتنا رسالة ونحن في البرازيل، وطبعا أرسلت الرسالة لكافة رؤساء الدول من الرئيس السادات يطلب فيها من رؤساء الدول مساعدتنا على الذهاب إلى مجلس الأمن واستعادة القضية عن طريق الحلول السلمية. بل أن وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور محمد حسن الزيات أرسل في بعثة إلى واشنطن لكي يبدأ محادثات يوم 6 أكتوبر مع كيسنجر، أي أن مصر اليوم اللي هي كانت تخبئه لبدء المعركة كان هو يوم مقابلة محمد حسن الزيات وزير خارجية مصر لوزير خارجية أمريكا ليتحدث عن سبل تحرير سيناء سلما. وفعلا عندما ذهب الدكتور الزيات إلى مقابلته لكيسنجر، كيسنجر هو الذي قال له لماذا أتيت؟ لقد بدأت الحرب. لأن طبعا حسب التوقيتات لما بدأت الحرب هنا في الساعة 2:05 بعد ظهر يوم 6 أكتوبر أنا كنت في البرازيل كانت الساعة 7 صباحا. نعم. ونفس الشيء حيكون في الولايات المتحدة، ففارق التوقيت جعل الأنباء تصل بشكل مفيد للذين يقعون غربا. دي كان أحد وسائل التعمية التي نجحت جدا، أن العدو أخذ على غرة وبدأت قوتنا تعبر. وشاهدي في هذا لمن يريد أن يقرأ كتاب إسرائيلي صدر بعد هذه الحرب اسمه المحدال أي التقصير، ليوري كيف حدث تقصير جسيم في جانب الاستخبارات الإسرائيلية أن لم تكن على علم ودراية بالتحرك العسكري، لأن التعمية السياسية التي جرت كانت على أعلى مستوى. ما الذي اختلف سعادة السفير في مضمار التفاوض أو مضمار الحديث؟ لأن حتى الوصول إلى سفر الدكتور محمد حسن الزيات إلى الولايات المتحدة يقود إلى خلاصة أن مصر لم تقطع باب التفاوض ولا الحديث مع الوسيط أو مع الطرف الأمريكي، بالأحرى لم يكن وسيطا ساعتها. ما الذي اختلف بين محددات التفاوض أو الحديث الدبلوماسي المصري ما قبل 6 أكتوبر وما بعدها وصولا إلى 25 أبريل 1982؟ طبعا بعد 6 أكتوبر أنت في مركز قوة، أنت أعطيت درسا لإسرائيل أنها لا تسعى لتكرر لقاء مفتوح مع الجيش المصري. قواتنا المسلحة قامت يعني انتصار ساحق بكل المعايير. وأذكر وأنا على هذا البعد في البرازيل كانت مجلات أجنبية كالتايم ماجازين تكتب أن هذا انتصار عسكري غير مسبوق، مسألة عبور خط بارليف واقتحام هذا المانع الكبير، العبور في خط مائي اللي هو قناة السويس، كانوا يشبهون هذا بخط ماجينو الذي أقامه هتلر في وجه حلفاء واخترقوه. ونجحنا فعلا في أن ينهار خط بارليف وأن نعبر القناة، بل أن نعبر حتى الممرات ونعطي درسا قويا. من هنا يأتي قوة المفاوض، لأن فرق كبير أن تتفاوض وأرضك محتلة، بينما أنت كنت تتفاوض هنا وقد بدأت عملية تحرير. واضح فيها قدرات قواتنا المسلحة على أن تحرر كامل الأرض. والخسائر التي حدثت في القوات المسلحة الإسرائيلية يضرب بها المثل في هذا الشأن. أذكر أن التايم ماجازين أيضا قالت بمعيار نسبة وتناسب تعداد السكان فإن الخسائر التي مني بها الجيش الإسرائيلي وكأنها 1.5 مليون خسائر من الجنود في جيش بحجم الجيش الأمريكي. يعني كسرنا نسبة عالية من الجيش الإسرائيلي بالذات في خسارة الأفراد، وهو إسرائيل أكثر شيء يمكن أن يصيبها ليس السلاح. نعم. السلاح يمكن تعويضه، ولكن البشر طبعا كانت يعني ضربة قوية جدا بخسائر بشرية غير مسبوقة في أي حرب.
سعاده السفير عندما اجلس انا اتفاوض فضل. في هذه الحاله فضل. مع اي طرف اكون في مركز قوه بحديث حضرتك هذا فضل. ان مصر عندما تتفاوض ما بعد 6 أكتوبر تتفاوض من مقعد القوه، من المقعد الذي قد لا يتحمل استقبال الاملاءات، ما الذي اختلف في مفردات الخطاب من الطرف الاخر وفي ادوات التعاطي الدبلوماسي ما قبل 6 أكتوبر عما بعده؟ في الحقيقه يعني هو طبعا اسرائيل جزء من صلف القوه هو الادعاء بما ليس لديها، واحيانا يعني لا اريد ان استعمل الفاظ قاسيه فنحن على علاقه الان باسرائيل، لكن هم اساتذه في اختراع الاحداث واختراع الاكاذيب والمباهاه بانتصاراتهم. واذكر في حرب اكتوبر ان جاء احد الوزراء من اسرائيل الى البرازيل وتحدث للصحف، لكن انا وانا على هذا البعد من بلدي كنت احس بمصدر القوه وانا دبلوماسي على بعد 7000 ميل من مصر، لان الاعلام البرازيلي جاء الينا في السفاره في ريو دي جانيرو لكي ياخذ منا، ولم يعطي اعتبار كبير للاعلام الاسرائيلي، لان واضح انك تتحدث من مركز قوه، قواتنا فعلا حققت انتصار، فأصبح حتى الإعلام في العالم يصدقك أنت ويأتي إليك ويطلب الرأي والمشورة، وفعلا خدنا يعني خطوة إعلامية وتميز إعلامي على إسرائيل، لأن الإسرائيلي اضطر أن يتراجع خطوات لأن أكاذيبه لم تعد محل استماع من أحد. سعادة السفير، في مخيلة صانع القرار المصري الذي خطط وأدار الحرب وكان يدرك أن الحرب ستكون توطئة لعملية تفاوضية تنتهي باسترداد كامل الأرض، ما هو حجم التضحية الذي كان يمكن أن يبذل أو مساحة المرونة التي كانت متاحة لهذا التفاوض؟ الحقيقة أنا هنا يعني كان مطلوب جدا أن نثق في القيادة السياسية، قيادة الرئيس أنور السادات الذي هو كما أسميناه بعدها بطل الحرب وبطل السلام، هو الذي اتخذ قرارا يعني شجاعا جدا بأن يبدأ حرب في هذه الظروف وبعد احتلال كامل الأراضي في سيناء، قاد حربا انتصر انتصارا ساحقا، هو نفسه الذي تفاوض، فكان ينبغي أننا الأمة تعطيه تفويضا كاملا بالتفاوض. وأذكر يعني لازم يذكر الجيل الحالي الذي لم يعش فترة قرار الرئيس السادات بأن يتفاوض وهو من مركز قوة وأن يزور القدس، أن الشعب المصري خرج ليقابل الرئيس السادات في مطار القاهرة بالملايين وترحب بهذه الخطوة، فأعطينا للرئيس تفويضا كاملا بالثقة، فأي مكان الرئيس يتفاوض عليه كنا وراءه ونقبله ونضحي من أجله. من هنا الحقيقة العملية السياسية كانت جيدة، إدارة الموضوع السياسي كانت جيدة، ثم بدأت مفاوضات الشهيرة كامب ديفيد التي انتهت بعملية السلام، ثم بدأ الانسحاب، والكل كان يشكك في أن إسرائيل ستنفذ ما تعهدت به في كامب ديفيد وفي واشنطن، حتى أن ليس سرا أن وزير خارجية مصر محمد إبراهيم كامل قدم استقالته لأنه وهو صديق للرئيس السادات، لكنه كان يشك في أن إسرائيل ستنفذ تعهداتها. هنا يأتي دور السياسة ودور الوسيط الأمريكي، لأن الرئيس كارتر الحقيقة يجب أن يعني يذكر بالخير في التاريخ المصري، أعطى تعهدا واضحا للرئيس السادات أن ما سيتم الاتفاق عليه سوف ينفذ دون أدنى تردد، وبالتالي كانت هناك جزئية فيها مغامرة أن الرئيس السادات قبل أن يوقع اتفاقا لا يضمن ما إذا كان مناحم بيجن سينفذ الشق الإسرائيلي منه، مثل كانت هناك مستعمرتين في داخل سيناء إحداهما اسمها ياميت والثانية على قرب رفح، ومناحم بيجن أصر على ألا يكتب بالانسحاب لأن الانسحاب حسب ما ادعى يقتضي موافقة الكنيسة أولا، فقبلنا هذه المغامرة بأن ننتظر عليه قليلا حتى يأتي بموافقة الكنيسة الإسرائيلية على الانسحاب، علما بأن في العقلية الإسرائيلية والسياسة الإسرائيلية كلمة الانسحاب وبالذات الانسحاب الكامل مسألة مرفوضة، حتى أنك لما تأتي في الاتفاقات التي عقدتها إسرائيل بعد ذلك مع الأردن تخلت عن أماكن وتركت أماكن، يعني حدث تبادل في الحدود بحيث لم يرجع لنفس الحدود، رجع لحدود شبيهة، ومن هنا تأتي عملية طابة
عملية طابة كان المقصود منها هو أن يثبت أنه خرج من مصر إلا جزء اللي هو 800 متر، يعني اللي يروح طابة حيجد فعلا لما تنزل حضرتك وتنظر من شرفة الفندق تجد أنك ترى حدود مصر وحدود إسرائيل والأردن والسعودية بنظرة عين واحدة، المسألة لا. كلها كيلومترات قليلة، وكانت تريد إسرائيل بهذا أن تثبت أنها لا تنسحب صحيح. أبدا من كل الأراضي. شيمون بيريز اللي كان وزير خارجية لاحقا شرح لنا مرة في محاضرة أنه في من الجيل الذي عندما كانت إسرائيل تصحو من النوم فتجد أنها ما زالت على قيد الحياة يقول الحمد لله، ثم إسرائيل توسعت فصار لما يصحو من النوم ويجد أن حدود إسرائيل منتشرة يقول الحمد لله. حذرنا من وجود جيل اللي تولد في إسرائيل سنة 67 عندما بدينا المفاوضات، هذا الجيل رأى بلده تقف على حدود قناة السويس، وكلمة الانسحاب لها يعني حساسية مؤلمة لدى الرأي العام الإسرائيلي، وقد أجبرناها أن تنسحب حتى من 800 متر الباقية في طابة. من القرارات الشجاعة وقتها أنهم ادعوا أن الفندق الذي أقيم كان اسمه سونيستا وقتها كان يملكه يهودي إسرائيلي وأنه تكلف 60 مليون دولار. طيب سعادة السفير معلش يعني تفاوض. أنا في هذا الإطار الدكتور فؤاد سلطان وزير السياحة دفع هذا المبلغ في يوم واحد نعم. حتى لا تكون هناك حجة أو ما يقال بمسمار جحا نعم. عن طريق الفندق. أنا في هذا الإطار والإشارة اللي حضرتك أشرت إليها لاستقالة الوزير محمد إبراهيم كامل وقتها ودون الخوض حتى في تفاصيل تبعد عن الواقع المصري، لأن المفاوضات وقتها كانت أبعد ربما حتى عن مفاوضات مصرية إسرائيلية مباشرة. أنا أسأل عن منطق التفاوض الذي يقتضي إظهار أكبر قدر من المرونة وبأنه ليس هناك إمكانية لأن ينال طرف كل ما يريد. مصر كانت منذ اللحظة الأولى تقول أنها ليست على استعداد لأن تفرط في شبر واحد من أراضيها. كيف أمكن الوصول إلى عملية تفاوضية لا تظهر فيها مصر المرونة اللازمة على مستوى التخلي عن أي مساحة جغرافية والانتهاء بها إلى استرداد كامل التراب الوطني؟ أتحدث على المستوى الدبلوماسي طبعا. لأن المرونة في الجانب الآخر هي المعادلة، المعادلة ذات شقين، الأرض مقابل السلام، وهذا هو ما فهمه إسحاق رابين، وأنا أعتقد أن اغتيال إسحاق رابين أصاب السلام بضربة قاتلة أفسد السلام مع سوريا، فبالتالي مصر كانت تعرض الأرض مقابل السلام، وبالتالي أعطينا إسرائيل الاعتراف بوجودها، عدم يعني تهديد حدودها التي كانت قائمة داخل حدود الأراضي الفلسطينية، وهذا ما تنص عليه المعاهدة، وبالتالي هذه المرونة الوحيدة التي قدمها الجانب المصري. ثم موجود في الاتفاقيات وتفاهمات كامب ديفيد أن هذا يمكن أن يتكرر على الجانب الفلسطيني مع الجانب الأردني مع الأجزاء التي احتلوها في الجولان، وبالتالي كانت يعني تفاهمات كامب ديفيد وضعت الأساس الذي بناء عليه يمكن لأي مفاوض عربي لاحقا يتفاوض. هذه المرونة الوحيدة التي قدمناها أننا نمنح إسرائيل السلام والحق في العيش. وبالمناسبة هذه مسألة ليست قليلة، أنا يعني وقد عينت لاحقا مديرا لإدارة إسرائيل، فكنت أشعر من الجانب الإسرائيلي أنه ممتن لأن مصر أعطته حق الحياة، وهذا تنازل كبير جدا لأن كنا لا نعترف بوجود إسرائيل من الأصل. نحن نعم قدمنا تنازل وإن كان ليس في شكل أراضي وإنما في شكل اعتراف بدولة تقوم على الأراضي الفلسطينية، لأن أمر واقع هناك 6 مليون من اليهود مقيمين على هذه الأرض، وكان من المنطق أن تعترف بأن لهم حق البقاء فيها، ومع اقتسام الأراضي مع السلطة الفلسطينية، إما في دولة كبيرة تضم العرب والإسرائيليين أو في دولة مقسمة إلى دولتين قسم عربي وقسم إسرائيلي، وهذا ما قبلت به إسرائيل. ثم امتدت حتى المفاوضات بعد ذلك في مدريد وغيرها، ووضعنا الأسس اللازمة لعملية السلام. القمة العربية في بيروت سنة 2002 عادت إلى الحق وقبلت بالمنطق والمبادئ التي وضعتها مصر، لأن العرب ارتكبوا الحقيقة أكبر خطأ في حق أنفسهم عندما قطعوا مصر بعد اتفاقية السلام، ثم عادوا بعد أن اتفقنا في 79 جاءوا في 2002 في بيروت القمة العربية أقرت أن مبدأ الأرض مقابل السلام هو أكبر تنازل من جانبنا، ويا ليتنا استمرينا في هذا لكنا
ما وقفنا الآن هذا الموقف المؤسف بالنسبة للجولان أو الأراضي حيث لم يعد ينفع الندم. وأنا لذلك كنت حريص وأنا أسأل حضرتك على أن نركز الحديث على الجانب المصري، لأن المسألة كانت متشعبة أكثر وكانت أعقد بكثير من أن تصاغ في شكل مبسط. سعادة السفير، ما الذي اختلف في تركيبة البيئة الدولية والمجتمع الدولي ما بعد استرداد مصر؟ أنا أتحدث أيضا عن واقع استرداد مصر لكامل التراب الوطني، وليس الأمر محصورا على حرب التحرير، حرب 6 أكتوبر. عاوز أوضح نقطة حساسة لو أذنت لي. تفضل. لأن بعض الذين ينتقدون معاهدة السلام يقولون أن عندي المناطق ألف ب ج د وأن فيها تخفيف للقوات. نعم، المنطقة ألف حتى الممرات فيها قوات مسلحة مصرية كاملة أكثر مما نحتاج، المنطقة ب قوات خفيفة ليس فيها أسلحة ثقيلة، ثم الحدود يحرسها قوات حدود. لكن نسينا الذين ينتقدون، نسيوا أن المنطقة دال اللي هي داخل إسرائيل منطقة منزوعة السلاح أيضا. وخذ الوضع الراهن، وعندما احتاجت مصر أن تحارب التسرب والإرهاب الذي يتسلل إلى أراضينا، لدينا قوات مسلحة والحمد لله تكفي للدفاع عن سيناء بكل أشكال الدفاع. إذن هذا الوضع بتاع تخفيف عدد القوات في مناطق معينة هو من نسميه إجراءات بناء الثقة بين الأطراف التي كانت متحاربة، وهو موجود في أوروبا، وهو موجود بين أمريكا وروسيا. واسمح لي معلش أستطرد هنا وأقول، هل يستطيع سلاح الطيران الأمريكي أن يعبر الأطلنطي ذاهبا إلى أي بلد في أوروبا منطقة سلاح دون أن يخطر الاتحاد السوفيتي أو روسيا الآن؟ طبعا هذا محال، لأن إجراءات بناء الثقة تقضي أنك إن كنت تحرك قوات بشكل كبير في اتجاه حدودك أن يتضح للأطراف الأخرى أنها قوات لا تقوم بأعمال عسكرية مضادة لهذا الطرف. خذ الوضع المعقد في سوريا الآن، وقيام إسرائيل بإسقاط طائرات روسية مرة وتركيا أسقطت طائرة سورية مرة وهكذا، ده سبب عدم التنسيق، لأن من الصح في فترات وسعد سفير يعني لأنه وقع التعامل السوري ثقة بين الأطراف. وقع التعامل السوري مع إسرائيل منذ الرئيس السابق حافظ الأسد أيضا يبدو حديثا مختلفا، وفيه تعقيدات أكبر بكثير أيضا من أن تصاغ على نحو مبسط. أعود مجددا، اسمح لي أعفي الرئيس الأسد الحقيقة من هذا، لأن الرئيس الأسد حتى النهاية هو وإسحاق رابين كان قد وصل إلى تفاهمات اسمها تفاهمات رابين، وأن إسرائيل أعلنت لنا صراحة أنها لا تطمع في الأراضي السورية في الجولان. تعقيد الأمور، اغتيال رابين ووفاة الرئيس حافظ الأسد ثم التشدد على الجانبين أدى إلى الموقف الذي نقابله الآن. طيب. لكن أنا شخصيا اسمح لي أن أقول وبحكم خبرتي المتواضعة، لا مستقبل لإسرائيل طالما احتلت الجولان وطالما اعتدت على الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تعهدت بأنها تكون جزء من السلطة الفلسطينية. ما الذي اختلف سعادة السفير في تركيبة المجتمع الدولي إذا كان الأمر أوسع نطاقا، أو في نظرة المكونات الدولية الوازنة الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي ثم أفول الحقبة السوفيتية، في نظرة كل هذه القوى للشرق الأوسط والمنطقة العربية؟ هجيب لك مثال من الآخر عشان تعرف إحنا فين. لما حدث يعني المغامرة الأمريكية الإسرائيلية بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل واحتلالها للجولان وذهبنا إلى مجلس الأمن وأخفق مجلس الأمن بسبب الفيتو الروسي، 14 عضو في مجلس الأمن صوتوا معنا، وكانت أمريكا هي الوحيدة التي صوتت بالفيتو، فذهبنا إلى الجمعية العامة، 150 دولة صوتت معك و40 دولة صوتوا بالامتناع، وأمريكا وإسرائيل فقط هم اللي صوتوا على هذه الخطوة. ده شكل العالم معك. إذن إفريقيا معك. كنت أتحدث منذ قليل مع أصدقاء، انظر لإفريقيا التي تدعو في كل قمة إفريقية الرئيس أبو مازن رئيس السلطة الفلسطينية، وهو ليس إفريقيا، إنما هذا يعطيك فكرة كيف أن إفريقيا تقف معنا. واسمح لي أن أقول عن خبرة وممارسة، ليس حقيقيا أن إسرائيل متسللة في إفريقيا وأنها تتفوق، هذا كلام. لا توجد دولة في العالم بما فيها الولايات المتحدة تتفوق على الوجود المصري في إفريقيا. وجود يعود إلى حركات التحرر، جمال عبد الناصر وزعماء إفريقيا، فترة بطرس غالي والانتشار الإفريقي، ثم كنا صحيح حصل بعض التراجع مع إفريقيا في نهاية حكم الرئيس مبارك نتيجة السن وعدم تحركه.
خذ أمريكا اللاتينية، معروف أن أمريكا اللاتينية أن الدول الأمريكا اللاتينية كلها ما عدا دولة صغيرة يمكن ما حد سمع عليها هي اللي تاخد موقف مضاد، لكن كل أمريكا اللاتينية تصور معك تصوت معك. الصين وروسيا ودول آسيا كلها تقف معك. الجديد بقى النهاردة أن الاتحاد الأوروبي رفض بتاتا أن يعترف بالتوسع الإسرائيلي الأخير، بل من مدة ونحن نتفاوض مع الاتحاد الأوروبي لعقد الاتفاق المشاركة المصرية الأوروبية قام الاتحاد الأوروبي بأخذ موقف ما زال يتمسك به ويزايد عليه. سعد سفير ما تستعرضه، معلش لا يعترف، ما تستعرضه أنا آسف، لكن ما تستعرضه حضرتك من العلاقة أو النظرة اللاتينية لقضايا المنطقة وتحديدا لصراع من هذا النوع، أو هذا الصراع تحديدا مرتبط بالسلوك الأيديولوجي لهذه الدول، مرتبط بنظرة بعض حكام إفريقيا تحديدا في العقدين الماضيين لأنماط الاستعمار والاحتلال وما إلى ذلك، ولا مرتبط بالتغيرات التي طرأت ما بعد 6 أكتوبر وما بعد استرداد كامل التراب في 82؟ الاثنين، لأنه في الواقع أن المجموعة اللاتينية والمجموعة العربية تبادلت التصويت كل مع الآخر، يعني دائما وقفنا وراء مطالب أمريكا اللاتينية في الاستقلال أيضا والتحرر، وقفنا مع كوبا في أيام أزمتها مع الولايات المتحدة. أنا خدمت في البرازيل كما قلت، والبرازيليون يعشقون شيء اسمه مصر، لأن إحدى وحدات الطوارئ اللي كانت موجودة في سيناء قبل حرب 73 كانت وحدة برازيلية يشيدون بمصر إشادة قوية، ففي مصالح متبادلة منذ القدم. ثم جاءت حرب أكتوبر ورفعتك في السماء أيضا أنني أساند قوة معتبرة هذه. وبرضو عاوز أكمل مسألة أن أوروبا لا تعترف بالمستعمرات الإسرائيلية الموجودة على الأراضي الفلسطينية ولا تقبل أن تستورد منها بأي مزايا إلا إذا أنها تقول أن هذه أراضي فلسطينية حتى الآن. ومؤخرا في الأسابيع والشهور الماضية جددت أوروبا هذا الموقف مرارا وتكرارا، وأنها لا تعترف بالتحركات الإسرائيلية الجارية في الأراضي المحتلة. هذا موقف الحقيقة يعتبر انتصار للدبلوماسية المصرية وانتصار للدبلوماسية العربية، ترجع إلى أننا أقمنا في السبعينيات بعد حرب 73 وكان هناك عداء قديم بين العرب وأوروبا نتيجة أن هي احتلونا واستعمرونا وما إلى ذلك. لكن القمة العربية في الجزائر سنة 74 أطلقت فكرة حوار عربي أوروبي، استمر هذا الحوار وما زال مستمرا، نجحنا فيه أن نجعل الأطراف الأوروبية كلها تدعمنا تقف معنا وتقف مع الحق الفلسطيني. وده الحقيقة يعتبر يعني حيوية شديدة للدبلوماسية المصرية والعربية على غير ربما يتحدث الناس. سعد سفير، الرئيس عبد الفتاح السيسي كان له تصريح في كلمته في أحدى الندوات التثقيفية تزامنا مع احتفالات مصر بذكرى 6 أكتوبر، كان يقول فيها أن هناك إدراكا لدى ذلك الطرف بأن ما جرى في 6 أكتوبر عام 73 قابل للتكرار والتكرار بشدة أينما دعت أو حيثما دعت الضرورة. ما هي أدوات الردع التي نمتلكها الآن على المستوى الدبلوماسي، أتحدث بحكم أننا نتحدث مع أحد أعضاء الخارجية المصرية والطاقم الدبلوماسي سابقا، ما هي أدوات الردع التي يمكن لمصر أن تحوزها على المستوى الدبلوماسي في هذه المرحلة؟ ما هو إحنا ادينا المثل وأوضحنا أن القوات المسلحة المصرية في تاريخها الطويل ما عدا استثناء حرب أو عدوان 67 قامت بدور مشرف في حماية أراضيها، وأن من يفكر ولو تفكير أن يقترب من الأراضي المصرية سوف تقطع يده وتقطع أقدامه. القوات المسلحة المصرية أعطت المثل وهي على استعداد أن تعطي هذا المثل مرارا وتكرارا. خذ حجم التسليح الذي تقوم به قواتنا المسلحة وأيضا فكرة تنويع السلاح، وهي مسألة أحيانا تصيب أصدقائنا في أمريكا ببعض الضيق، لكن لدينا مصادر للسلاح قوية. معروف ليس سرا أحجام القوات المسلحة في أي بلد، وبالتالي هذه هي قوة الردع الحقيقية. فأنا هنا وأنا مفاوض وأنا في أي مكان أتكلم باسم بلدي سياسيا، طبعا السياسة تعلو ونتكلم، لأن الكل يعلم أن إذا فشلت السياسة يقوم المدفع، هذا هو الردع الحقيقي. وبالتالي أنا أنبه أو ألفت النظر إلى أن مصر عبد الفتاح السيسي بدأت فعلا في عملية تسليح قوية، قواتنا المسلحة تستطيع أن تمد ذراعها إلى أي مكان
يقترب أو يكون له صلة بالحدود المصرية وتحمي حدودنا ومصالحنا فيما يسمى بالمجال الحيوي، ليس فقط حدود مصر، وإنما أيضا خذ مثالا ما اكتشافات الغاز والبترول في ساحل البحر المتوسط. سعد سفير، يعني حتى قوة الوضع الدبلوماسي حضرتك تحيلها إلى متانة الوضع العسكري لهذه الدولة. هو أصلا أنا عاوز أقول حاجة، وإحنا بندرس الدراسات العسكرية بتتكلم على حاجة اسمها القوة الشاملة للدولة. ما هي القوة الشاملة للدولة؟ هي شعب وإقليم وأرض ونهر عظيم وقوات مسلحة وقوات ضاربة ودبلوماسية موجودة في كل العالم. أحد مظاهر القوة، انظر حولك في القاهرة لتجد أن القاهرة أكبر عاصمة في العالم تستضيف بعثات أجنبية. السفارة الأمريكية في القاهرة هي أكبر سفارة أمريكية في العالم. السفارة السعودية أو الإماراتية في القاهرة هي أكبر سفارات في العالم، بل أكاد أقول أن السفارة السعودية في الجيزة وهي مبنى ما شاء الله أكبر من مبنى وزارة الخارجية نفسه. ده يوريك أن أنا موجود في كل العالم وأن العالم يقدرني. وأنا ساعات أقول أن ده إيراد للعملة الصعبة أيضا. ما تنساش أن أي سفارة من هذه السفارات، بالذات السفارة الأمريكية، وقرأ القائمة الدبلوماسية ستجد أن السفارة الأمريكية في القاهرة فيها دبلوماسيين قد الدبلوماسيين المصريين في العالم كله. ده اهتمام، ده تقدير لوضع القاهرة، اتصال دائم بكل النواحي، علاقات قوية ومتينة مع كل أطراف العالم. الحقيقة اللي أنا معتز بيه النهاردة وده مصدر قوة، لا توجد دولة في العالم في حالة عداء مع مصر، وليس لدينا أبدا ما يبرر وجود عداء بيننا وبين أحد. نعم. إن كان هناك انحراف أردوغاني أو انحراف من بعض الدول الصغرى في العالم العربي فهذا استثناء وليس القاعدة. شكرا جزيلا لحضرتك السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق منضما إلينا على الهواء مباشرة. أشكر انضمام حضرتك، شكرا جزيلا. كل عام وحضراتكم بخير. دوما بمناسبة شهر رمضان المعظم وبمناسبة الذكرى 38 لأعياد تحرير سيناء، بعد دقائق بإذن الله تلتقونا وجولة إخبارية جديدة في أمان الله.